السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد، مخصصها لنقاش مسار التحضير للحوار والتشاور المرتقب. يسعدني أن أستضيف لنقاشي هذا الموضوع الكاتب والمحلل السياسي محمد علي العبادي. أهلا وسهلا بك. طبعا في آخر الأخبار المتعلقة بالحوار، هيئات وأحزاب سياسية التحقت بركب المشاركين في هذا التشاور المرتقب. ما هي قراءتك لهذه الخطوة؟ وهل هناك أيضا نتوقع في الأيام قادمة ملتحقين جدد؟ أعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة مبشرة، فعندما يكون التشاور شاملا، عندما يشمل جميع الطبقة السياسية، عندما يشارك به الجميع، ربما تكون النتائج أكثر إلزامية وأكثر قوة للنظام. كذلك ربما يستطيع الأطراف السياسية أن تصل إلى حلحلة لمختلف الأزمات. ولا أعتقد أن الأزمة السياسية هي وحدها التي تؤرق الموريتانيين، وإنما هناك أزمات اقتصادية، أزمات تتعلق بالتهذيب، تعليم كإصلاح التعليم الذي يعتبر جوهري في الأساس. هناك الإدارة التي ربما تأثرت كثيرا بمنظومة الفساد في السنوات الماضية. كذلك هناك المعطيات الاقتصادية التي تؤرق المواطن، سواء ما يتعلق بتسيير المعقلة للموارد الاقتصادية للبلد وكذلك للمديونية. لأن أعتقد بأن هناك ملامح شاملة، كذلك هناك الجانب الاجتماعي الذي يتعلق بالرق، يتعلق بالإرض الاجتماعي، يتعلق بالبطالة إلى غير ذلك. إذن أعتقد بأنها مشكلات رئيسية تؤرق المواطن الموريتاني، ويجب أن نصل لحلول لها ولخارطة الطريق من أجل القضاء على هذه المعوقات، خاصة أن البلد لديه آفاق واعدة. وأعتقد أن بلد سيدخل منظومة نادي الدول المصدرة للغاز وسيحصل على هذه الثروات، لا بد أن يكون بلدا محصنا، بلدا مستعدا لاستقبال هذه. نعم. لا شك أن عناوين كبيرة وإشكالات عويصة، ربما بعضها رافق نشأة الدولة واستمر مع مختلف الأنظمة، وفي كل مرحلة كان يستصعي الحل، وكانت كل التجارب ربما تجارب جزئية إذا ما نظرنا إلى حجم المشاكل التي تواجهها المنظومة بشكل عام. طبعا وهذا يطرح السؤال عن الأهلية الآن، عن حول هذا الحوار، إمكانيات الفرص التي يمكن أن يحقق من خلالها إثارة كل هذه الملفات وتقديم حلول ومتابعة مسار تنفيذ هذه الحلول. أعتقد أن الحوار عندما يكون شامل، أعتقد أن الحوارات الماضية كانت حوارات منقوصة ودائما تأتي في إطار أزمة سياسية وتجاذب سياسي قوي. أعتقد أن الحوار الحالي الذي سيتم بمختلف الأطراف السياسية خاصة الأطراف المعارضة، ربما كذلك في إطار نوع من التهدئة ما بين هؤلاء الفرقاء السياسيين، ونوع من إعادة الثقة على الأقل في المسار السياسي، أعتقد أن كل ذلك ربما يكون مؤشرا على الأقل بنجاح هذا الحوار وفي حصول على نتائج قد ترسم الخريطة السياسية المستقبلية. فهذا الحوار هو بداية لتأسيس الجمهورية، لا أقول الثالثة أو الرابعة، إذن الجمهورية الجديدة هي التي سيؤسس لهذا الحوار، نظرا إلى أن هذا الحوار سيكون حوارا شاملا يتطرق لجميع القضايا بأفق منفتح، وكذلك تشارك فيه جميع الطبقة السياسية والمهتمين بالشأن الوطني. أعتقد أن ذلك كذلك ستتحدد ملامح هذا الحوار أكثر عندما يتم تعيين اللجنة المشرفة على هذا الحوار، وكذلك خارطة الطريق على الأقل المواضيع الكبيرة التي سيناقش هذا الحوار، ربما سيحدد ذلك ملامح هذا الحوار وفرص نجاحه، كذلك تعاطي الطبقة السياسية والفرقاء السياسيين مع تلك المواضيع وتلك العناوين الكبرى. نعم، أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهو مسار بناء الثقة الذي بدأ مع ربما نقول أنه مع بداية حكم الرئيس الحالي كان هناك مسار بناء ثقة. هل ترى فعلا أنه هذا المسار وصل إلى مرحلة تكون فيها
نتائج أو خلاصات هذا الحوار ملزمة، وأن هناك فقط سيتم تمرير، كما أنه الآن نحن نشهد التعليم مثلا أحد العناوين البارزة المرتقب أن تناقش في الحوار، والوزارة الآن بدأت مسار آخر متعلق بإصلاح التعليم ورشات وغيرها. أنا أعتقد أن المسار الحكومي لا يتعلق بالحوار. نعم. بالحوار المقبل. الحوار المقبل هو حوار أشمل من قطاع معين، إذن لا يمكن للقطاعات الحكومية أن تتوقف في انتظار نتائج الحوار. إذن أعتقد بأن العملية يمكن أن تكون موازية، أن يكون هناك حوار شامل، وبعد الوصول إلى نتائج ذلك الحوار يتم تكييفها مع المعطيات الجديدة التي تم التوصل إليها. إذن أعتقد بأن هذا ما فيه تعارض ولا فيه تناقض. إذن المهم الآن أن 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 السلطات الحالية والرئيس الحالي رئيس الجمهورية يسعى إلى أن لا يبقى أحد في الحوار. نحن نعرف بأن تحالف المعارضة الذي أعلن عن مشاركته في الحوار كانت لديه تحفظات وكانت لديه الكثير من نقاط الاستفهام. اليوم صرح بصورة صريحة بأنه سيشارك في هذا الحوار. إذن هذا على الأقل مؤشر بأن هناك على الأقل من خلال اللقاءات التي جمعت أطراف هذه التنسيقية وهذا التحالف مع رئيس الجمهورية ومع الأطراف الأخرى السياسية المشاركة في هذا الحوار والتي تعتبر طرفي، يعني بأنه قد حصل هناك نوع من الثقة وهناك نوع من تبادل الآراء. هناك معارضين كانوا يشككون في هذا الحوار، لكن بعد لقائهم برئيس الجمهورية عبروا عن وجود نية خالصة للتوصل إلى نتائج ولمناقشة جميع القضايا بدون تابوهات. صحيح أن الحوار لا يمكن أن يحل جميع المشكلات التي تعاني منها موريتانيا، لكن على الأقل يحدد الأولويات التي من اللازم أن يتم حلها حاليا، وكذلك المشاكل التي يمكن حلها على المستوى البعيد والقريب والمتوسط. إذن على الأقل الأولويات تحدد في هذا الحوار وتحدد النقاش التي سيتم التطرق لها. هناك أمور كما قلت لك حتى الآن لا زالت مدار شكوك. نعم. ربما سيعمل الحوار بجديد. نحن الآن ما زلنا في جدل كبير على الحكامة الرشيدة. نعم. ما زلنا في جدل كبير على رموز الفساد. نعم. وتحديد رموز الفساد والقطيعة مع الفساد. إذن أعتقد بأن هذه المفاهيم ما زالت مفاهيم فضفاضة. الحوار والمناقشات التي ستحصل ستحدد ما هو الفساد، وستحدد كيف نقوم بمكافحة للفساد، تكون شعارها شعارا وطنيا يتبناه الجميع، ولا يمكن أن يؤول بأن النظام قام بمكافحة الفساد لصالح زيد أو ضد زيد. إذن أعتقد بأنها أمور عامة، وهي أمور تتعلق ببناء المؤسسات الجمهورية، ببناء المؤسسات الجمهورية، أن تكون هناك مؤسسات جمهورية ثابتة، مؤسسة قضائية مستقلة، مؤسسة تشريعية تعرف ما لها وما عليها، ومؤسسة تنفيذية، وهناك فصل ما بين هذه السلطات بالحد الذي يمكن أن نقبل نتائج كل واحد منها، وكل واحدة منها تلعب الدور للرقابة العامة ورقابة الشأن العام. إذن أعتقد بأن تأسيس الديمقراطية وترسيخ الديمقراطية، كذلك نحن بحاجة إلى ترسيخ مفهوم الدولة في الإدارة الموريتانية، وأن نطرح معايير لهذه الإدارة، وكذلك تكوين على الأقل الكادر البشري حتى يكون باستطاعته أن يرفع هذا الهم وأن يقوم بمسؤولياته كاملة. نعم. ربما فيما يتعلق بموضوع الحكامة، موضوع مهم جدا وثار الكثير من الجدل، خصوصا لما نتحدث عن الديمقراطية كخيار مثلا، أنه ربما يقال أنه لم يكن خيارا وطنيا، كان مفروضا، تم التعامل معه في الغرفية في سياق معين، الجميع يعرف كل السياقات التاريخية، ولكن الآن هل فعلا نحن أمام حوار أصحابه يمتلكون القدرة لتحديد هذا النوع من المسارات؟ دعني أخذ مثال آخر، التقطيع الإداري مثلا، هل تتوقع أن يكون ضمن أجندات ومحاور الحوار
القادم مثل هذه الإشكالات العويصة التي تتكرر يحس المواطن بها بشكل يومي بتأثيرها عليه؟ أنا أعتقد بأن التقطيع الإداري إلى غير ذلك من المواضيع الكبرى ستكون سيتم نقاشها في إطار نقاش عام، لكن لا أعتقد أن الجوهرية الآن هو التقطيع الإداري. ما هي المخاوف من التقطيع الإداري؟ المخاوف من التقطيع الإداري هو المخاوف من الدولة الموريتانية، باعتبار أن الدولة الموريتانية لا زالت، أو السلطة بصورة صحيحة، لا زالت في أذهان البعض هي المتحكم بالعمليات الانتخابية، والتي يمكن أن تعطي لزيد كذا ويمكن أن تنزع من زيد كذا. أعتقد بأن منظومة انتخابية، مدونة انتخابية يتفق عليها الجميع، لجنة مستقلة يتفق عليها الجميع، تضع المتاريس وتضع الحدود في حتى نتوصل إلى انتخابات نزيهة وشفافة تعطي لكل ذي حق حقه. أعتقد بأنها هي الأساس. لا يهم إذا كان التقطيع الإداري فيه مئات المقاطعات والولايات إلى غيرها، المهم أن تكون هناك عملية شفافة، وأن تكون العملية السياسية على الأقل تطرح لها الحدود وتطرح لها مدونة يمكن على الأقل أن نتجاوز ذلك الجدل الذي يرافق كل عملية انتخابية. حدود التزوير، وكذلك بأن الإدارة تدخلت، وكذلك إذن عندما نرسم حدودا لهذه القضية وتكون الانتخابات هي أمور تتم بطريقة اعتيادية، أن يكون الجميع مجمعون على شفافيتها وكل واحد يرضى بالنتيجة التي حصل عليها، عند ذلك يكون الحساب للمواطن، فهو الذي تتدافع جميع القوى السياسية لاستمالته، لتقديم على الأقل لتقديم شيء للناخب الموريتاني حتى يتم اختيار شخص، ونتخلى على الأقل تحدث نوع من القطيعة، لا يمكن أن تكون لكن قطيعة تدريجية مع هذا المسار، مع هذه العقلية، لنكون على الأقل في دولة ديمقراطية حقيقية. إذن أنا أعتقد بأن الديمقراطية تقتضي التدرج، ما بدنا نجو دولة ديمقراطية مطروحة هكذا، لغير المهم بأن يخلق نوع من التراكم، أن هذه الفترة درك تعود شبه من الفترة الماضية، تعود الضمانات واضحة وذاكية، وتعود عندنا مدونة واضحة، وعود الناس اللي ما يخلص الضرائب، ذيك التصريح بالضرائب والتصريح، الأمور المعايير اللي يلا تعود تتوفر بالمرشح تعود واضحة، ولا يقدر حد يعطي مرشح هكذا. فهمت؟ معناه أن نحن واصلين في اللي مهم درك هو تجذير الديمقراطية، تجذير المؤسسات، مؤسسات الدولة بأنها تعود موجودة في ذهن المواطن، وعود المواطن يعرف على أنه هو في النهاية اللي راجع له العملية، أنه يختار هذا والله ياب عن هذا، وهذا هو اللي يدفع النظام على أنه يعدل إنجازات، ويدفع كذلك المعارضة على أنها تحاول على أنهم اللي هي ذات عود مراقبة على الأقل للعمل الحكومي، وبأن هذا كامل على أنه مجرد تناوب. غير نحن مشكلتنا موريتان على أن التراكم ما بين عنه، معناها المهم عندنا الآن هذا كامل نحصل عليه في بليدة واحدة، والله يعود ما هو خالي. اليوم نحن قدام عملية تشاور، أعتقد أن أي مراقب سياسي يخرص لأن يقال على أن الجميع على أنه لا يشارك قطعا يعود في نوع من الأريحية، ونوع من على الأقل فيه أمل على الأقل هنا نوصل النتائج، قد لا تكون هي الحل النهائي للمشكلات اللي عندنا على الأقل، لكن عود فهم بعد خارطة الطريق قد تتوصل لها الطبقة السياسية اللي منها قاد يعدل ذاك الوقت يعدل، واللي منها ما هو قاد يعدل أراه هو يعقب شي وقت أخر يعدل. طيب، سنواصل لهذا النقاش ولكن بعد فاصل قصير، لنصل طبعا إلى فرص نجاح هذا الحوار الآن بعد أن قبل معظم الطيف السياسي الجلوس على طاولة حوار واحدة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذا النقاش حول مسار تحضير للحوار والتشاور المرتقب. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحيا إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن
وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته. غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات. عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة. أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الذي نناقش فيه مسار التحضير للحوار المرتقب مع الكاتب والمحلل السياسي محمد علي العبادي. أهلا بكم. طبعا فيما يتعلق بالمسار دائما هناك السؤال عن الأجال الزمنية، هل تتوقع أنه يكون الحوار يتم وضع خطة مثلا زمنية بشكل عاجل، أو أنه سيأخذ أيضا هو الآخر فترة سنة أو سنتين حتى تبدأ الانتخابات وما بعد الانتخابات؟ ما تتوقع طبيعة الأجيال الزمنية المتعلقة لا أتوقع أن الفترة الزمنية ستكون طويلة ما قبل الحوار ما قبل الحوار. إذن أعتقد بأن هذا الحوار هو ضروري، وضروري ملي أن يتم الحسم فيه في نتائجه، خاصة فيما يتعلق بمدونة الانتخابات وبما يتعلق بالانتخابات. أعتقد أن جميع الطبقة السياسية الآن تراهن على ضمانات من أجل أن تسير العملية السياسية أو العملية الانتخابية بطريقة سلسة، وأن لا نظل تظل تلك الاتهامات بالتزوير إلى غير ذلك موجودة. إن يتم حسم هذا بوجود مدونة انتخابية، كذلك بوجود ضمانات لحصول الشبابية ولحصول انتخابات نزيهة، وكذلك مراجعة العملية في السابق والثغرات التي حدثت فيها من أجل تطوير هذه العملية الانتخابية حتى نصل إلى الدرجة القصوى بعد على الأقل ما يعود تلين مازلنا واحدين في كل انتخابات خلقت إن قال راه هو خلق فيها التزوير، والله خلق فيها كذا، والله خلق فيها ما هو كذا. إذن لازم تخلق ضمانات لهذا. اليوم البعض من المعارضة يتخوش من عملية اللي قلت عملية النسبية تقطيع الإداري، خايف من عملية النسبية لأنها قد يعود هذا له يقتلي. عملية النسبية تعدل شنو هو عدلة تلك الساعة لياك الناس على الأقل تسكت بمردة، تسكت بمردة على أنها في بليدات معينة تم تجبر شبه اللي هي ما لا يتجبر نتيجة الضغط الإدارة والله نتيجة الإمراض حصلت. إلين تعود الأمور شفافة عاد والضغط ما تلا خالي، شنو هو قاع مستوى النسبية اللي هو المشكلة متضامن الضغط ما تلا خالي. قلتك على النوع هذا ما فيها متضامن ولا هي ضمن ولا الطبقة في الحوار السياسي يضمن ذاك اللي يتوصل له من النتائج، هذا هو اللي يضمن شفافية العملية الانتخابية. لأن أعتقد بأن العملية الانتخابية جوهر أساسي، فم قضية مكافحة الفساد وحماية الثروة الوطنية، لأن لا بد من ضمانات. أولا على الدولة الموريتانية لها حتى الآن 60 سنة، ونحن شعب الحمد لله ما أنه كبير، ما فيه يسر من المواطنين وعنده يسر من الثروات، ومع هذا ما زالت توجد هاي الثغرة، ما زال الناس تسابق للتعيين، الناس تسابق يسر من الأمور نتيجة لفرص الحصول على 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 على, على الفوائد المادية لا يتنجبر لها منه. إلين تخلق قصة شفافية ويخلق أمور التسيير ويعود كل إنسان يجبر حقه طريقة عادية كمواطن، تعود الضمانات العادية المواطنين اللي قد يعودهم هم سياسيين يلا تقع السياسة تعود من حصرة في طبقة معينة، لأنها ما كل حد يعدل السياسة يقير بعد يعود أي مواطن يعرف ذاك اللي هي يجبر مباشرة ويعرف بالإدارة شن هو دوره اللي يالته يجبر، لأنه ما هو محتاج لأنه يعدل كذا والله يعدل كذا. أنا أعتقد أن هذه الأمور اللي أنت تجبر لها ضوابط في الإدارة، ضوابط. نحن اليوم عندنا أزمة متين، هو أن الآن في الإدارة فيها أزمة، لأن لاه في كثير من الخبرات اللي عندنا الدور قايسة التقاعد بدون أن تجدوا بدائل لها داخل الإدارة،
أصبح العمل يسر منه لأي واحد مدى سولته اللي هي ما عندها شيء، حتى على أنها تضطر أنها تتعاقد مع ذوك اللي تقاعدوا بهم اللي لين ما يتعاقدوا معهم لا يتوفى الإدارة. إن البدائل ما وخرصت ورثنا إدارة خاسرة نهائيا، إدارة خاسرة ولا خلقت فيها بدائل، وكانت تولي موحول فيه تدوير تدوير شمن الأشخاص، تدوير شمن الأمور، معطى البلايس كان نوع من الكضوات. إذن هذا يالتنا وملي نتخطاوا به اللي مرحلة الدولة الديمقراطية ومرحلة تكافؤ الفرص ومرحلة العدالة تقتضي على هاي الأمور تنطرح لها معايير. واليوم الطبقة السياسية بهذا الحوار وبهذه الانفتاح اللي خالق وانناك الشد والجذب ماتنا خالق مفتوحة قدامها فرصة لأنها تتوافق على أمور حقيقية تقدم بها موريتاني للقدام. أعتقد أن رئيس الجمهورية أعلن في لقاءاته مع جميع الفرقاء السياسيين أنه منفتح على جميع القرارات، أنه منفتح على ما ستتوصل إليه الطبقة السياسية، وأنه يحاول أن تكون هناك دولة يشارك فيها الجميع، أنهم مستعدين سواء كانت في المعارضة ومن في الموالاة أن يجلسوا على طاولة واحدة من أجل مناقشة مستقبل البلد وطرح المعايير الضرورية لتسييره وحكمه. نعم، طبعا أشرت في البداية إلى أنه الحوار أو الأزمات أو الإشكالات المطروحة ليست فقط سياسية، هناك إشكالات أخرى متعددة من المقدر. تتوقع فعلا أنه يكون الحوار القادم فرصة للخبراء بعيدا عن السياسة، ليس فقط حوار بين السياسيين، وإنما تتوقع إشراك الطبقات الأخرى للخبراء وغيرهم؟ أنا أعتقد أن كل حزب سياسي فيه خبراء. الطبقة السياسية البوابة فقط والخبير ما عنده، لكن أنا أعتقد بأن الوثائق اللي يالتها تنطرح يالت يعود مشرفين عليها خبراء عندهم الكفاءات والضمانات العادية، ممكن للجميع أنهم يناقشوا به اللي ما فيه نقاش على فضاء حر بدون شيء مطروح، بدون مردة مطروحة لا يتناقش. أنا أعتقد بأن الوثائق يجب أن تكون وثائق معدة بصورة دقيقة تعالج المشاكل كلها، ومن خلال عرض تلك الوثائق يتم النقاش. وأعتقد أنه عندما تتزاحم العقول يخرج الصواب. إذن أعتقد أن موريتانيا الحمد لله فيها من الكفاءات وفيها من الأمور اللي قد، وأعتقد أن هذا يعتبر مكسب، ما هو في يسر من البلدان، لأن من تعود بلدي قد يعالج مشاكله هو الداخلية بذاته، وقد يعود منفتح على أنه يحاور هو من راسه بدون تعود فهم تشنج ولاده، هذا يعتبر مكسب. نحن لين نستطاع أن نتم محافظين عليه لدور البلد يوصل برا الأمان وندور نحل ويوصل من المشكلات. مشكلة الرئيسية هي أن يهموا واحدين على أنهم يقصوا واحدين، والله يعدلوا نوع من الإقصاء، يعدلوا نوع من التفريق، هذا هو اللي خسر العملية ورجعنا للمربع الأول اللي نحن هو الجايين منه. طيب، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي محمد علي العبادي. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من المشهد، إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.